لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وحبيبنا ومعلمنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، بعثه الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، وصل عليه في الأولين والآخرين، أفضل وأكثر وأزكى ما صليت على أحد من خلقه. وأحينا اللهم على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، خروجا على نهج الموضوع الواحد في خطبتي، سأتناول اليوم أمرين. الأمر الأول أن هذا اليوم يوافق ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بيوم الاكتئاب العالمي. إن مرض الاكتئاب هو من الأمراض النفسية الأكثر انتشاراً في العالم، والمتزايدة في هذه العقود بشكل ملحوظ. هذا المرض الذي في حقيقته هو اختلال في التوازن العاطفي والنفسي والسلوكي والاجتماعي للإنسان، بما يؤثر على أداء وظائفه في الحياة، ويورثه روحا من الإحباط ولونا من اليأس والعجز عن القدرة عن الوفاء بمطلوباته، بل وقد ينتهي به إلى إيقاع الأذى بالآخرين أو بنفسه. وقد أشارت الإحصاءات أن 400 مليون شخص يعانون من هذا المرض، مرض الاكتئاب، وأن 10 ملايين يحاولون سنوياً في العالم الانتحار بسبب الاكتئاب، منهم 1 مليون ينتحرون سنوياً بسبب هذا الاكتئاب النفسي. وقد قسمه علماؤهم على 3 درجات: اكتئاب خفيف، وهي العصبية المؤقتة التي تعتري الإنسان وتؤثر على سلوكه، وربما يترتب عليها عدوان أو انعزال وانكفاء وانقطاع عن المجتمع الذي من حوله، ومتوسط وهو ما يعرف بالاختلال المزاجي الذي يصيب الإنسان، ونوع حاد يؤثر تأثيراً بالغاً يؤدي إلى إيقاع الإيذاء بالنفس أو بالآخرين. هنالك تصور بأن هذه الأعداد ستزايد، وهي الآن في المرتبة الخامسة من الأسباب، أسباب الوفيات، وقد ترتقي إلى السبب الثالث. وبالأمس وزير الصحة بولاية الخرطوم يتحدث أن 50% ممن يعانون من هذا المرض يذهبون إلى الدجالين والمشعوذين يطلبون منهم البرء والعلاج، مما يزيد الأمر تفاقما.
هذا الأمر له أعراضه النفسية، وله أعراضه السلوكية، وله أعراضه الجسدية، وله أعراضه الاجتماعية، وله آثاره على النفس، على التفكك الأسري، على التخلف السلوكي، على التردي الأخلاقي، الأمر الذي يوشك أن يكون سبباً من أسباب مهددات السلم المجتمعي. وبحمد الله، رغم أن الإحصاءات تشير إلى أن المجتمعات المسلمة هي أقل المجتمعات إصابة بالاكتئاب، لأن من أعظم أسبابه ذلك الخواء الروحي الذي يصيب البشر، ولكن الإسلام دائما ينطلق من ثلاث قواعد. القاعدة الأولى قاعدة المنع، والقاعدة الثانية قاعدة الدفع، والقاعدة الثالثة هي قاعدة الرفع. ما معنى المنع والدفع والرفع؟ المنع معناها منطق الوقاية، أن يتقي الشيء قبل وقوعه بالأسباب الجالبة للحصانة والممانعة. ومنطق الدفع هو دفع البلاء حين يقع، ومنطق الرفع إزالة الآثار التي تترتب على الضرر الذي يكون نتيجة البلاء الذي يقع. فيعمل الإسلام من خلال رؤية منطق الوقاية التي تدرأ، ومنطق العلاج الذي يرفع ويزيل الضرر وأسبابه المترتبة عليه. ومن هنا، حتى ولو كانت هذه الظاهرة في مجتمعاتنا ظاهرة محدودة، إلا أنها تقع في العنصر الحي في المجتمع، وهو عنصر الشباب، لا سيما من سن 15 إلى سن 29. تستهدف هذه الفئة العمرية بجوانب كثيرة، ولا شك أن العلاقات المختلة الأسرية في تباعد علاقات الأبناء والآباء، وقلة التوعية الدينية والتوعية الصحية والتوعية النفسية من بين هذه الأسباب. ومن بين هذه الأسباب نظرة المجتمع إلى المريض نفسيا بأن هذا المرض كأنه وصمة عار تقتضي بعدا من هذا المريض النفسي، بدل أن نلمس بيد حانية عليه ونعمل على أخذه ليكون مندمجا في المجتمع ونخرجه من هذه العزلة التي فيه. الوصمة الاجتماعية من أكبر العوامل لزيادة حالة الاكتئاب عند جيل الشباب، مع أن الاكتئاب لا يقف عند حد عمري معين، يطال الأعمار كلها ويطال الذكور والأنوث والإناث معا، لكنه في مجال الشباب يتوجه. والشباب المسلم اليوم مهدد بهذا الاختراق، وكما قلنا مرارا وتكرارا، إما أن يقع في بلاء التطرف والغلو والتشدد والتنطع، وإما يقع في باب التحلل الأخلاقي والتردي السلوكي والانحراف الاجتماعي. وهذا وذاك كلاهما وجهان لعملة واحدة، والأمة أغلى ما تملك من ثروة هي الإنسان، وفي عنصر الإنسان هو هذا الشباب الذي هو نصف الحاضر وهو كل المستقبل كذلك.
ولذلك الموقف من معرفة الأسباب المفضية، إن كانت أسبابا أسرية تتعلق بالتربية الصالحة والقدوة الحسنة والأسوة التي يأتسي بها الإنسان من خلال والديه، أو كانت متعلقة بمناهج التعليم التي تثير في نفس الشباب الوعي الصحيح بالطريق الذي ينبغي أن يسلكه، والتربية الروحية الدينية، لأن الإنسان لكي يستقيم نفسيا يحتاج إلى أمرين: يحتاج إلى روح تحيا بها القلوب، وإلى نور يضيء ظلام الطريق. قال الله تعالى: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. النور يكشف لك ظلام الطريق، والروح تحيا بها القلوب. نحتاج إلى تربية روحية متوازنة، لا تغفل حق الجسد ولا أشواق العاطفة ولا نزوع الوجدان، إنما تربية تقوم على هذا التوازن الروحي والأخلاقي والنفسي والعاطفي. إن لنفسك عليك حقا، إن لبدنك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، فاعط كل ذي حق حقه. ثم ذكر الله تعالى لنا الرسل وهيأ الله لهم تلك الرسالات على عينه ورعايته لنأخذ من هديهم ودلهم وسمتهم، كما قال الله تعالى: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يذكرنا بضرورة الاعتصام، الاعتصام بالله من أقوى الأسباب التي تعين على التخلص من داء الاكتئاب، لأن الإنسان يأوي إلى ركن شديد يستعصم بالحي الذي لا يموت، يستمد منه الحول والطول والمنع والقوة. وإذا علم الله تعالى من عبده صدق نيته هيأ له الأسباب التي تدفع عنه البلاء والمحن والخطوب. وكذلك علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الأذكار: أذكار الصباح، وأذكار المساء، وأذكارا ندفع بها هم البلاء والهم والغم والحزن والوصف والنصر واللأواء. كل هذه الأذكار والأدعية هي من سهام القدر التي لا تخطئ، فعلينا أن نحرص عليها وأن نربي أبناءنا عليها، وهي تدفع كثيرا من الشرور، من شرور العين ومن شرور الحسد ومن شرور الشرور التي تقع من بني الإنسان وتقع من وسواس الشيطان كذلك. فهذا أيضا مما ندبنا الإسلام إليه، واللجوء إلى الله بالتضرع والإقبال عليه، كما قال الله تعالى عن نبي لم قال: لا سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكما قال أيوب: رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. قال الله تعالى: فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وكما قال مؤمن فرعون: وأفوض أمري إلى الله. قال الله تعالى: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. وكذلك من الأسباب التي تعين أن يتخير الآباء لأبنائهم الرفقة الصالحة والصحبة الخيرة التي هي كريح المسك، ف
فهؤلاء هم الذين يكونون عونا على السراء والضراء، ويكونون عونا على سداد الخير وطريق الحق. أنت في الناس تقاس بالذي اخترت خليلا، فاصحب الأخيار تعلو وتنل ذكرا جميلا. يقاس المرء بالمرء إذا هو ما شاه، وفي الشيء على الشيء علامات وأشباه. وللمرء على المرء دليل حين يلقاه، فلا تصحب أخا الجهل وإياك وإياه، فكم من جاهل أرضى حليما حين آخاه. هذه الصحبة الخيرة من المعينات الكثيرة. ولنحذر محاولات الاختراق اليوم، المخدرات والإيدز وغير ذلك مما فتحه لنا هذا الفضاء المفتوح. فينبغي أن نعرف كيف يقضي الأبناء الأوقات، كيف يستثمرون هذه الأوقات. نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يسأل المرء عن أربع: عن عمره فيما أبلاه، عن شبابه فيما أفناه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه. إذن هذا الوقت ليس هو كالذهب، فإن الذهب يذهب ويعود، ولكن الوقت هو الحياة. الوقت كالسيف، إن لم يقطعه قطعك. وكما قال الوزير الصالح يحيى بن هبيرة: والوقت أنفس ما عنيت بحفظه، وأراه أسهل ما عليك يضيع. فكل هذه من المعينات التوعية العامة التي نحتاج إليها في مجتمعاتنا من ناحية صحية. توفر نتمنى على وزارة الصحة وعلى المعنيين بأمر التأمين أن يدخلوا في بطاقة التأمين الصحية التأمين الذي يطال المرضى النفسيين، أن يكون هؤلاء المرضى النفسيون علاجهم ضمن البطاقة، بطاقة التأمين، حتى لا نشق على الآباء والأمهات مشقة عسر ومسغبة ولأواء في علاج الاكتئاب الذي يطول. وكذلك تهيئة المناخ للأطباء النفسانيين الذين يقومون بعلاج هذا المرض. ونظرة المجتمع ينبغي أن تتغير. هؤلاء مبتلون كما يبتلى سائر الإنسان. يبتلى الإنسان في جسده بالإعاقة الجسدية، وكذلك بالإعاقة النفسية. والابتلاء قدر من الله تعالى ومكفر للذنوب والخطايا إذا لم يعترض الإنسان على قدر الله. فما أصاب المسلم من نصب ولا نصب ولا وصب ولا هم ولا غم، حتى الشوكة يشاقها، إلا كانت له كفارة من خطاياه. فلا ينبغي أن يكون محل ازدراء أو محل استهجان أو محل شماتة، فيبتليك الله بما شمته به ويعافيك. إذن نحن أمام تحد أيها الأحباب يتعلق بهذا المرض الذي ينتشر ويزداد ويدخل في مساحات كثيرة، ولا بد من أن نعمل منطق الوقاية ومنطق العلاج، وأن نقوم بحملة نفير مجتمعي أهلي ورسمي للحد من هذه الظاهرة في مجتمعنا. المسألة الثانية التي أود أن أتحدث عنها، وهي مسألة استسهال إراقة الدماء، كالأمر الذي حدث بين الحمر والكبابيش، وسالت دماء أبرياء. إحدى الصحف اليوم تحدثت عن 81 قتيلا بين القبيلتين، وعن أعداد هائلة من الجرحى. إن الإسلام يعظم حرمة الدماء، وإن الإسلام يضع لكل نزاع يقع في المجتمع المسلم والمجتمع الإنساني يضع له أسسا وحلولا لعلاج هذا النزاع. ما من قضية من قضايا الوجود إلا ولله فيها حكم، علمه من علمه وجهله من جهله، وعدم العلم به لا ينفي وجوده. الله تعالى خلقنا
على أساس الكرامة الإنسانية الواحدة، ولقد كرمنا بني آدم، وعلى أساس وحدة الأسرة البشرية. أيها الناس، إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، وعلى أساس وحدة الأرض للناس، كل الناس، والأرض وضعها للأنام. والأساس الرابع الإيمان بأن التنوع والاختلاف واقع بمشيئة الله، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم. هذه حقائق قرآنية ثابتة. الإنسان مخلوق مكرم بصرف النظر عن لونه أو عرقه أو جنسه أو دمه أو دينه. وكذلك نحن ننتمي إلى أسرة بشرية واحدة، وكذلك نحن كذلك بيننا أخوة إنسانية وأخوة إسلامية، أخوة إنسانية، وأشهد أن العباد كلهم إخوة، وأخوة إيمانية، إنما المؤمنون إخوة، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يسلمه، لا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. ومن ثمرات هذه الأسس كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم وأبشاركم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. بل إن المسلم إذا أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعها، حتى يكف عن هذه الإشارة، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس منا على هدينا أو على سبيلنا أو على ملتنا، على بعض التفاسير ليؤكد تعظيم حرمة الدماء. وقال للكعبة: ما أطيبك وما أعظمك وما أطيب ريحك، ولكن حرمة المسلم أعظم منك. وقال: ولا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شرع الله تعالى عند النزاع مبدأ العفو: خذ العفو وأمر العرف واعرض عن الجاهلين. قال بعض السلف: هذه أجمع آية لمكارم الأخلاق، عفو عند المقدرة. وشرع الله تعالى الصلح، والصلح خير، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وقال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وشرع الله تعالى التعالي على سفاسف الأمور. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. وشرح الله تعالى كذلك اعتماد التحكيم: إذا أشكل الأمر على الناس وقع التحكيم، وإذا ارتضاه الطرفان أو الأطراف المتنازعة فإن التحكيم يكون ملزما للطرفين، كما جاءت الآية: فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. وشرع الله كذلك إذا أصرت إحدى الفئتين ونبت عن الصلح وأشارت إلى البغي والعدوان، قال الله تعالى: فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. ثم أمر الله بعد ذلك: وأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. وشرع الله تعالى كذلك في فض النزاعات بثلاثة أمور: بالروادع والزواجر والجوابر، أن نردع المجرم. ولذلك شرع العقوبات من حدود وقصاص وتعازير، لأن هذه العقوبات كما قال الله تعالى: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب تردع المجرم.
وهي زواجر تزجر من تسول له نفسه أن يحدث جرما، وهي جوابر تجبر كسر المجني عليه. ومما شرع الله تعالى كذلك شرع وجوب رفع الضرر عن المتضرر الذين تضرروا، إن كان في أبدانهم، إن كانوا في أموالهم، إن كانوا في ذوي قرابتهم، فشرع الدية على العاقلة، يجتمع عصبة الرجل ليدفع الدية عنه، وإن عجزوا عن ذلك قامت الدولة نيابة عنهم. وشرع الله كذلك في رفع الضرر ما يجبر كسر القلوب ويخرج سخائم الصدور ويخرج هذا الغضب الذي يكون في النفوس. كل هذه جعلتها الشريعة منهجا وأحكاما لمعالجة النزاع، وأمرتنا إن تنازعنا في أمر من الأمور دينيا أو دنيويا أن نرد ما تنازعنا فيه إلى الله ورسوله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله إلى كتابه، وإلى الرسول إلى إليه في حياته وإلى سنته بعد مماته. وإن كان في أمر الدنيا كذلك تراضينا بالحكماء الذين هم محل قبول لدى الأطراف وبالشورى وبالحوار نهجا لحل القضايا وليس بالسلاح حسما لسبيل القضايا. هل يعقل أن تكون هنالك بعض عصابات من قطاع الطرق الذين دعوا على النهب المسلح وأخذ أموال الناس بالباطل، إن كانت خيلا أو إبلا أو مواشي أو تعدي، المهم على حقوق الناس؟ هؤلاء ينبغي أن يجدوا من العقاب الرادع ما يكفهم على العدوان على حق الآخرين. كل مجرم تعدى على حق الآخرين ينبغي أن يجد من العقاب الرادع ما يمنعه عند حده. والأمر الثاني أن توافر السلاح بين أيدي المواطنين، ذلك من الفتن العظيمة، لأن كل إنسان يريد أن يسترد حقه بذاته، والشريعة فرقت بين الأحكام التي تلي الفرد وتلي الجماعة وتلي الدولة، فالحماية ينبغي أن تكفلها الدولة بمؤسساتها الشرطية والأمنية بما يحقق للناس أمينتهم وأمنهم واستقرارهم. وإن كان ثمة ضعف ينبغي أن يتضاعف الجهد لسد هذه الثغرة، فإن هذا من واجبات الدولة. أما أن يأخذ الإنسان القانون بنفسه ويصفي الحسابات مع غيره مع من اختلف منه، فهذا يؤدي إلى التهارب وإلى التناحر وإلى التدابر وإلى القطيعة وإلى هذه الدماء التي تسيل دماء الأبرياء بغير وجه حق. فهذا ينبغي أن يكون موضع، وقد أعلنت الدولة من قبل ذلك استعدادها لجمع السلاح، ولكن لم نرى هذا على أرض الواقع، وما زال الناس يتكئون على هذا. ثم النأي عن هذه العصبيات التي يحتمي بها كل إنسان عصبية تعميه عن الحق وعن العدل. الله تعالى يريد منا أن نقيم الحق والعدل، وقد قال الله تعالى لنبيه الكريم: لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. نزلت 9 آيات تبرئ يهوديا وتعاتب مسلما، وتنبه النبي عليه الصلاة والسلام ألا ينحاز لمجرد كون هذا مسلم، وإنما يقع الانحياز للحق بحسب البراهين والأدلة. وقال الله تعالى لنبي الله داود حيث استمع لرأي قبل أن يستمع للرأي الآخر: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ومن هنا التحرر عن هذا.
الهوية والطائفية والمذهبية وغير ذلك، لنكون على مقياس الحق والعدل والرحمة هو الأساس الذي تستقيم عليه الأمور، وكذلك السعي لتحقيق الصلح بين الأطراف المتنازعة لإخراج سخائن الأمور مما ينبغي أن يقوم به الحكماء والعقلاء. وهنا نناشد أمراء القبائل وزعماء الإدارة الأهلية أن يلعبوا دورا متعاظما لنزع فتيل هذه الألغام التي في النفوس، فإنهم محل احترام وتقدير من قبائلهم ومن تجمعاتهم، ليلعبوا دورا وقد لعبوا دورا مقدرا، فيلعبوا دورا متعاظما أكثر وأكثر بما يخفف من هذه الغلواء التي تقع في النفوس. فهذا بعد آخر، والتحقيق الحاسم والعادل ليضع النصاب ويعطي كل ذي حق حقه، فالظالم يردع والمظلوم ينصف ويقام الحق والعدل حتى يستقيم أمر الناس، لأنه لا أمن إلا بعدل. أمنت لما أقمت العدل بينهم فنمت نوم قرير العين هانيها. إن من الضروري أن يستشعر المسلمون الوعي بخطورة استسهال أمر الدماء وإراقة الدماء، وأن يستشعروا عظم حرمة الدماء، وأنه ما من عقوبة جمعت في آية كما جمعت في الآية التي تتعلق بقتل النفس المؤمنة التي حرم الله قتلها إلا بالحق، من خلود جهنم ومن وعيد الله ومن غضبه ومن لعنته سبحانه وتعالى، واعتبار أن الاعتداء على نفس واحدة هو اعتداء على البشرية كلها. ولذلك جاء الدين لحفظ الضروريات الخمسة: الدين والنفس والعقل والمال والنسل والعرض. كل هذه ينبغي أن نحرص عليها، يزداد الوعي بها مجتمعيا ونتناصر على أساسها، ونعلم أن لغة الحوار هي التي تفضي إلى منهج سليم. وقد قال عليه الصلاة والسلام للأوس والخزر يوم أن تنادوا وحركت فيه بعض الجهات من اليهود بداعي الحمية لما كان عندهم في الجاهلية، فقال بعضهم يا للأوس وقال بعضهم يا للخزرج، فقام النبي عليه الصلاة والسلام وقد غضب، قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. ونحن نعلم أن هنالك من الجهات التي لا يسرها أن يقع استقرار ولا أمن ولا سلام، كلما رأوا سلاما أو استقرارا وقع في بقعة أشعلوا فتنة في بقعة أخرى، فينبغي أن يتضافر الجميع لسد هذه المنافذ على كل العابثين بأمن مجتمعنا. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبينا محمد في الأولين، وصل على نبينا محمد في الآخرين، وصل على نبينا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعنا معهم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم تقبل من قتلوا في هذه
تقبلهم شهداء يا رب العالمين، واشف مرضاهم وجرحاهم يا رب العالمين، وأسلل سخائم صدورهم، وأصلح ذات بينهم، واجمع كلمتهم، ووحدهم على الحق والعدل يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا آمنا مطمئنا سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بديننا ودعوتنا ودولتنا وأمتنا خيرا فاجعل الخير على يديه، ومن أراد بهم سوءا فاجعل الدائرة عليه. اللهم إنا نسألك رحمة تهدي بها قلوبنا، وتلم بها شعثنا، وتجمع بها كلمتنا، وترد بها الفتن عنا يا رب العالمين. اللهم اجمع نفوسنا على الهدى، وقلوبنا على التقى، ونياتنا على الصدق، وألسنتنا على الحق، وأحوالنا على العدل، وعزائمنا على عمل الخير وخير العمل. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ناصرا ومعينا، ولعدوهم خاذلا ومهينا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل الصابرين، وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. الله أكبر.